السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. صباح شريف أعزائي المشاهدين. احنا خلاص داخلين على الشتاء، فاضل ايه، يمكن 20 يوم ولا 15 يوم حاجة زي كده وخلاص، وبعد كده بقى كريسماس بقى بعدها على طول، وناخد موسم الشتاء الجامد قوي. المهم الدنيا ظلمت كده ليه؟ كنت بقول لكم في حلقات سابقة عن ان انت ممكن نماذج صغيرة تدل على عنصرية بينما هي مش عنصرية، هو سوء فهم مني مثلا للموقف اللي حاصل، او سوء فهم للشخص الوحيد اللي بيتعامل معايا بعنصرية او بعدم فهم برضه، فهو حالة فردية يعتبر، ولو ان هو مش فرد، هو اكتر من واحد، بس اكتر من واحد من الاف، يعني 3 في الـ1000، ممكن 80 واحد في المليون، حاجات كده يعني، ارقام صغيرة، بس واحد بيعمل ضجيج كبير جدا. يحضرني تجربة كانت زمان، مش مهم سنة كام، كان في كاستمر مهم جدا، شركة كبيرة جدا في الامارات، وعندهم ديزاستر او مشكلة كبيرة محتاجة علاج فوري، وفاتحين تيكتس مع عدة فيندورز او شركات في نفس الوقت، علشان نخش كلنا في ميتنج ونقعد نعمل بقى كونسلتيشن، نشوف ايه الاخطاء ونجيب حل في اليوم اللي احنا فيه. فطبعا ده مستحيل، بس المهم، فالانسيدنت اللي عندهم او المشكله، او ما كانش مجرد انسيدنت، ده كرايسيس يعني، حاجه كبيره. المهم اثناء واحنا بنتكلم مع اللي هو المدير، يعني كان معانا مهندسين بتوع الشركه نفسهم، بعد كده المدير بتاعهم دخل يتكلم معانا، وكان شيك ولطيف جدا، وفي نص الكلام بدا يعلي في الكلام ويقول لك ايه، احنا بندفع فلوس كتير قوي علشان نلاقي البرودكت بايظ بالشكل ده، او يحصل لنا خسائر بالملايين بالمنظر ده، علشان انتوا مش ظابطين المنتج بتاعكم او البرودكت بتاعكم. وقعد يتكلم كتير في الفلوس، وانتوا بس ايه، بتبلعوا فلوس ومش عارف، فكلام مش شيك خالص يعني، بغض النظر الراجل ده جنسيته ايه، مش قصتي، والمهندسين اللي شغالين معاه واحد كان من نفس جنسيته بس بيتكلم كويس جدا وديسنت جدا ويقول لك سير وبتاع، بينما الشخص التاني برضو من غير ما اذكر جنسيته كان شويه ميال لاتجاه المدير، شويه يبقى كويس معايا وشويه لا. المهم كان معايا زميل في نفس التيم، انا السينيور بتاعه، وهو بس هو اقدم مني يعني، انا يمكن اقدم في الخبره لكن مش في نفس مكان العمل، فهو اقدم مني واشتغل اكتر مع الشركه دي. فقال لي بعد ما مشي وقعدنا كده، فيقول لي ده عنصريين، ده مش عارف ايه. هكمل لكم القصه في الحلقه الجايه ان شاء الله، موضوع العنصريين. اشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.